وفي محافظة ذي قار تظاهر عشرات الناشطين والمواطنين وسط مدينة الناصرية وهم يرفعون رغيفة الخبز احتجاجا على تأخر توزيع مادة الدقيق ومفردات البطاقة التموينية. نظم العشرات من المواطنين مظاهرة غاضبة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مطالبين الحكومتين المحلية والمركزية بتوفير مفردات البطاقة التموينية وأهمها مادة الطحين الذي تأخر توزيعه لأكثر من شهرين. اليوم خرجنا للمطالبة بخبزة الفقير، طلبنا مواد غذائية، نطالب بالمواد الغذائية، نطالب بمادة الطحين. يا أخي العزيز، يا أخي العزيز، والله مطالبنا بسيطة، ليش الفقير ما ياكل خبز؟ ليش الفقير ميت من الجوع؟ أن مادة الطحين قد نفذت في بيوت الفقراء في محافظة قارة التي تعتبر من يعني في خط الفقر الأولى في محافظة على مستوى القطر. الآن هذه التظاهرة رفعوا نريد رغيف الخبز، على ما يبدو أن الفقراء وصلوا إلى حد كأن المفسدين سرقوا منهم رغيف الخبز. حكومة ذي قار المحلية والحكومة المركزية وكل المعنيين بتوفير مادة الطحين يجب، ويجب هذه رسالة عاجلة إلى كل من يسمع هذا النداء بتوفير مادة الطحين. فيما رفع المحتجون رغيفة الخبز كتعبير احتجاجي على ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق التجارية، حاملين لافتات تطالب بمحاسبة المقصرين وإقالتهم. خرجت هذه المظاهرة من رحب الفقراء، نطالب الشرفاء من أبناء محافظة ذي قار أن يكون لهم موقف ضد الفاسدين. الكل يعلم بأن مادة الطحين هذه للشهر الثالث لم يستلم أي عائلة من مادة الطحين، وللعلم المحافظات الباقية تستلم الطحين كامل لا نقص، ما عدا محافظة ذي قار الطحين بها نقص. 120 يوم ما يوجد طحين. شو طالب؟ نطالب بالطحين. على الاقل رواتبكم مو 15 دنيا خبص، طحين ماكو، نايمين، وين المدير الغذائي؟ ما تستطيعوني، ما تطردوني. اذا خروج ابناء المحافظه بهذه المظاهره تعبيرا واضحا على مدى الفقر الذي تعانيه ذي قار، حيث بدا واضحا مع تاخير توزيع ماده الطحين على المواطنين.